هذا وأكد على الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، مستشهدا بما تم تقديمه لعدد من الشركات وهو ما يعد نموذج شراكة ناجح. الحقيقة عملنا كل الإجراءات والتيسيرات والحوافز، ادينا لهم الرخصة الذهبية، أتحنا لهم الأرض بتخصيص مباشر، والحمد لله كل شركة منهم قدرت تخلص المصنع بتاعها في ظرف سنة. اللي حضراتكم شايفينه ده اتعمل في سنة واحدة. النهاردة الطاقة العمالة في المصنع 650 عامل، هترتفع إلى ما تصل إلى 2000 عامل إن شاء الله في خلال الفترة الجاية. شايفين حضراتكم الاستفادة، بيتم الاستفادة بأحدث تكنولوجيات على مستوى العالم. التصنيع بعمالة مصرية مدربة على أحدث مستوى، بيستفيدوا من خلال أقسام البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية والشباب المصري الواعد من الجامعات بأفكارهم بيتوحلهم أنها تتطبق. فالحقيقة نموذج شراكة ناجح كبير جداً.